الآن نشاهد جسر تاع السكك الحديدية تاع في بلدية درع بن خدة، ونلاحظ للأسف أن الجسر عنده خط واحد منجز والخط الآخر غير منجز، ولا نعرف لماذا، لأن المفروض كان الخط ينجز مرة واحدة بشطريه الاثنين، لكن للأسف رغم أنه جسر يعتبر جميل ورائع ومفيد جدا لحركة السكك الحديدية بولاية تيزي وزو، وحتى من ناحية التونال نفق مهيئ لاحتواء جزء خطين في انتظار انتهاء الأشغال. السلام عليكم.